محكمة كتالا مجالدة نيروبية عاصمة ودن كينيا وحاكس ومغدي أحمد رشيد وسرقال كترسن عيدا مدى بوليسكي ودن كينيا أحمد أيانا سيدوك لو حالوها يستاين أو هري أو أوجيسي دلال يسيدوك لدباتوين كلي أو كدع ودن كينيا أحمد رشيد أيانا سيدوك لمالين عطفة غاروكويا لعاصمة نيروبي ودن كينيا وحاو توك تلبوي لو يرير كوي صدن كي ماج لابكن تضبيه طبان أي مكر دوان أيانا سيدوك الله يستا أحمد وحنا سيدوك التدبات كان وكسو مغدي محكمة كتر لما جلد النيروبية عاصمة ودن كينيا دور جر وكل دوان أيانا سيدوك أحمد وحلو أيدي إن وهري ودلل وجيسي دت ري دها أو كسبنا مجلد النيروبية عاصمة ودن كينيا أحمد رشيد أيانا سيادة وحلو جي غنا عاصمة مجلد النيروبي وحنا سيدوك الدت كي غنا هي كتر ما من إن وياي متكم إذا سراكيش وشرع قادق كول جل ودن كينيا أحمد رشيد أيانا سيدوك اللبدن ويل إدن يرضى مركا وفقاروكو يالا مغالدا نيروبي وكتو غني مغال لغسو دوباي محكمة اللهور كيني وحانا سيدوك اللهور كي مرغاتي كري و أركي مركي و أحمد رشيد اللبدن ويل إدن يرضى وتو غني سيدوك اللي وحا محكمة التغي كويا فرطان قفوت كواسو للرميسين يهي إن إياغان لدغيستو إيادا مركاسي إن لحريرتا أحمد رشيد أي أسو جيدنيان كويا فرتن كان قفود ايانا سيدو كلا وحاي شيغين اني دبنا اي او يهين احمد رشيد سيدو كلا اهل كيسا اما بهل كودا او هري او ادلي وحانا سيدو كلا محكمة دكيني اي شيكتي انتو دباديد سو ادن لسيد دقي سندونو كيس كالله هايس احمد رشيد احمد رشيد ايانا سيدو كلا وحاي هاي بوليس اما بسيدو كلا سرقال كترسان بوليس كودن كينيا وحانا سيدو كلا وحري او ادلي داتكو سوكنا مغلد النيروبي يا عاصمة ودن كينيا waxyaabaha kasoo korra kegiisiga dhageysiga keeska Axmed Rashiid halkan ayaad kala socon doontaan caafimaadkaaga oo muhiim inaad hesho dhaqtar khibrad sare leh ku soo dhawow Umma Hospital bixiya daryeel caafimaad oo loo wada dhan yahay waxaana kugu diyaar ah xarunteena caafimaad dhaqaatiir khibrad sare leh oo heegan u ah ilaalinta caafimaadkaaga goor waliba waxaana heegan ku ah dhaqtarada haweenka oo khibrad sare u leh daaweynta xanuunada ku dhaca haweenka dhaqtarka daaweynta qallimada lafaha oo horey u soo fuliyay kiisas badan oo guuleystay oo isugu jira qalliimo iyo daaweyn waa khabiir in badanna ku hawlana ilaalinta caafimaadka bulshada horeyna u soo fuliyay qalliimo badan oo guuleystay dhaqtarka qalliimada guud iyo laparoscopiga dhaqtarka cudurrada guud oo ka daweynayo dhammaan xanuunada gudaha lehna khibrad aad u badan muddo badanna ku hawlana badbaadinta bulshadiisa haddaba iga hoob bishaaradan maalinta sabtida iyo maalinta khamiista la kulanka dhaqaatiirteennu waa bilaash ama lacag la'aan ka faa'iidaysi fursadan oo hadda soo booqo khubaradeenna si aad u hesho adeeg caafimaad oo ku raali geliya naga soo wac ciwaanada shaashadda kaaga muuqda